يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني عبر الهاتف الان ضمن حديثنا عن مجموعات بطوله طي افريقيا الكونفدراليه ودوري ابطال افريقيا، عن مجموعه نادي الزمالك التونسي شكري الخطوي المدير الفني لفريق ابو سليم الليبي. يا فندم مشرفني ومنورني في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. تحية ليك كابتن رمزي ومحيلاك، تحية كل الشعب المصري وشكرا للاستضافة دي وإن شاء الله ننوركم. يعني مجموعتكم المجموعة الثانية ضمت الزمالك وسجراتا الأنجولي وسوار الغيني، كيف ترى هذه المجموعة؟ مجموعة صعبة متوسطة أم مجموعة سهلة؟ والله كابتن رمزي ما نعيش من رأي الخاص، ما فيش مجموعة صعبة ومجموعة سهلة، أي فريق تعدل المجموعات متصور يكون معناتها قابل باش يكون في اي مجموعه سهله كما معناتها في العقليه نتاع لاعبي وهيئه واطار فني نتاع نادي ابو سليم، ولو معناتها المجموعه دي اللي هي ممكن نكون واضحين فريق الزمالك فريق الخبره فريق التاريخ، رغم اللي في المده الاخيره الزمالك نقول لها موش في احسن حالاته واخرتها توا المباراه اللي قاعده تلعب في البطوله المصريه. من طرفي من كإطار فني فرحت اللي ممكن وحبيتها يكونوا معنا فريق زوز فرق كما الكونغو كما غينا، تعرف اليوم في الكورة في النزجة في تكتيك ما في النزجة تكتيكي ديما تم إشكال في الفرق نتاع جنوب أفريقيا عكس الفرق المصرية ولا التونسية ولا الليبية، دونك ولنا حلقة مهمة في تحديد بعد نتائج المباريات إن شاء الله. بالمناسبة أنا نقول سلام يكون فريق الزمالك وفريق بوسليم موجودين في الدور القادم إن شاء الله. إن شاء الله الانطلاقة هتبقى في القاهرة بمواجهة نادي الزمالك، كيف تنظر لهذه المواجهة؟ هل هي الانطلاقة المثالية بالنسبة لك أم الانطلاقة الأصعب؟ طبعا هي نكون واضحين، وفي الكورة دي مثلا واقعية من أصعب الفرق في المجموعة هو الزمالك. وقدر ربي مش تشوف فريق ممتاز اسمه نادي بوسليم بالروح الانتصارية بالرغبة صحيح في نادي بوسليم، ما عندناش نجوم كبار، ما عندنا روح مجموعة، وعندنا ملاعبين معناتها كي يرسموا هدف نحاولوا باش نوصلوا له قدرة ربي، كما معناتها شفناها في الدور الأولاني ممكن الفريق الوحيد اللي ما لعبش في الكونفدرالية الإفريقية في الملعب نتاعو نادي بوسليم. لعبنا زوز مباريات بتاع باجا حامل كاس التونسية الموسم الماضي في زوز خارج ليبيا، نفس الشيء ما في مباراة كامبالا زاد ما لعبناش في الملعب تاعنا رغم فريق كامبالا تعرف اللي عنده الخبرة الإفريقية، رغم ذلك تواجدنا في المجموعات. سهلا نزيدوا نأكدوا في أول مباراة اللي باش تكون مع الزمالك في القاهرة إن شاء الله نكونوا نأكدوا بشعار حتى كما نتوصلوش نحاولوا ناخذوا النقطة، وفي الميدان نتاعنا نحاولوا ناخذ 3 نقاط باش نتوصلوا في الاخير باش نكونوا موجودين في الدور الاول ان شاء الله. بالمناسبه مبارياتكم الخارجيه، مباراه الزمالك تحديدا مباراه العوده هتلعبوها في مصر هنا ولا ام في تونس ام في ليبيا؟ هتلعبوها فين؟ والله كتر ربي تو الحين معناتها تعرف ملعب النهر في سادات معناتها في اخر الاشغال نتاعو، يبقى وضع ياخذ التاهيل من الاتحاد الافريقي او لا، كما تكون طرابلس دونك باش تكون الملعب بتاعنا هو ملعب رادس في تونس ان شاء الله. مباراة الزمالك ولا اي مباراة اخرى في المجموعات كما يكونش في طرابلس راهي باش تكون في تونس، وبالتحديد ملعب رادس كما كانت في الدوري الاول والدوري الثاني. ممتاز. فريقك على مستوى الاستعداد لهذا الموسم الجديد عملتوا صفقات جيدة؟ الفريق شايفه ماشي بشكل جيد؟ الفريق مكتمل ام الفريق ما زال لديه بعض النواقص؟ طبعا بعد الموسم الماضي شفنا فين ثم الخلل موجود، عملنا 8 انتدابات محلية وانتدبنا 3 لاعبين محترفين زوز تونس واحد نيجيري، ان شاء الله قدرة ربي اللي ضافة مضمونة تاعهم اليوم مش نكونوا في تربص مغلق بعد 3 4 ايام يدوم 10 ايام تحضير لبداية الموسم، وبعد ان شاء الله نبدا نخمو في دور المجموعات. توا بصفه اولويه باش تكون التحضير لبدايه البطوله ان شاء الله اللي باش تكون نهار 27/10 ان شاء الله. متابع الزمالك انت اكيد في الفتره الاخيره او بدات تتابع الزمالك في الفتره الاخيره كونوا بقى معاك في المجموعه، شايف مين ابرز اللاعبين في الزمالك في الوقت الحالي من وجهه نظرك؟
والله مش نكون من باب العاد نقول المثلوثي المثلوثي وشايف انا دي جاته، وكنت كنت اتفرج في مباراه الزمالك في البطوله توا ما تنتهيش الشوط الاول. دونك باش نحاولوا في كل مباراه نكونوا نتبعوا فريق الزمالك ونعرفوا كل كبيره وصغيره باش نعملوا الانطلاقه الباهيه ان شاء الله في اواخر شهر 11 ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا التونسي شكري الخطوي المدير الفني لفريق ابو سليم الليبي احد الفرق الموجوده في مجموعه نادي الزمالك المجموعه الثانيه في الكونفدراليه مع سجرادا الانجولي وسوار الغيني. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.